طيب ان شاء الله في البلاي ليست دي هنتكلم عن كورس الكمبيوتر فيجن. الكمبيوتر فيجن ده عباره عن فيلد في الكمبيوتر، بيبقى الهدف منه ان انا ابدا اعمل ابلكيشنز خاصه بالانبوت اللي هو بيبقى ايمج او فيديو. ممكن يبقى عندي صوره واضطر ان انا اطلع، يعني عايز اطلع حاجه منها، زي مثلا ان انا مثلا عندي صوره عايز اقول فين اماكن الفيسز، عايزه مثلا اقول ان انا عندي صوره عايزه اعمل ماتشنج من صورتين، ممكن يبقى عندي صوره ببقى عايزه اعرف اماكن اللي هي الجوينتس اللي موجودة في جسم الإنسان يعني. فإن أنا بيكون عندي input اللي هو ولنفرض image أو فيديو، ببقى عايز أعمل process عليه عشان أطلع output معين. والoutput ده بيكون عبارة عن معلومات عن الصورة. أوكي، زي فكرة الفيس ريكوجنيشن وكده. بس فده معنى الكمبيوتر فيجن. طبعا الكمبيوتر فيجن بيبقى داخل فيه فيلدز كتيرة انت ممكن تحتاج، عشان يعني عشان اقول لك ان انا عارف كورس كمبيوتر فيجن، ممكن تضطر ان انت تعرف ناتشرال لانجوج بروسيسنج او سبيتش، ان انت بتبقى عايز من الصورة وات ايفر الابلكيشن، مثلا عايز ان انت تحول الفيديو ده، تحول الكلام اللي فيه التكست. ما هو الانبوت الكمبيوتر فيجن ممكن يبقى صورة او فيديو. الفيديو ده ممكن تبقى عايز تعرف مين الاشخاص اللي فيه، الاشخاص اللي فيه بيتحركوا بيعملوا ايه، هل هم دلوقتي نايمين واقفين ماشيين. ممكن تبقى عايز تتعرف على السبيتش اللي فيه، هو الشخص اللي جوه الفيديو ده او جوه الصوره دي بيقول ايه، هو الفيديو طبعا بيقول ايه. فانت هتضطر تلاقي نفسك بتتعامل مع سبيتش، او ممكن تتعامل مع ناتشورال لانجوج بروسيسنج اللي هو تكست. ممكن ازاي ممكن تحاول تعبر عن الصوره اللي قدامك بان تقول ان الصوره دي عباره عن بدخل لك انبوت صوره، وتروح قايل ان الصوره دي فيها مثلا هيومن رايدنج هورس، مثلا يكون واحد انسان راكب حصان، وانت عايز ودي صوره، فانا عايزه اعمل ديسكريبشن للصوره دي فيطلع لي اوت تكست. يبقى الكمبيوتر فيجن هو ان انا بيدخل لي انبوت او فيديو، فيديو او ايمج، وبقى عايز اطلع معلومات عنها. من ضمن المعلومات ان انا ممكن اعمل ديسكريبشن للصوره، اطلع تكست من الصوره. طيب، وكذلك برضه ايمج بروسيسنج داخله في نطاق الكمبيوتر فيجن، ان انت ممكن تبقى عايز تعمل انهانسمنت على الصوره، عايز تعمل فلترنج على الصوره، وهكذا. هتلاقي فيلدز كتيره قوي داخله في مجال الكمبيوتر فيجن، وهتلاقي نفسك محتاج تعرف زي حاجات في الفيزيكس، حاجات في الانجينيرنج، وحاجات في الماثماتكس، وحاجات طبعا في البروجرامينج، عشان تبقى اوير قوي بكورس كمبيوتر فيجن. فدي بس ايه يعني، ايه يعني ايه كورس، او هو الكورس كمبيوتر فيجن مهتم بايه. الدنيا كانت عامله ازاي في الاول؟ لو هنشتغل على مجال الايمج، هتلاقي ان لو عايزه اعمل مثلا اوبجكت ديتكشن، يعني عايزه اعمل اوبجكت ديتكشن، يعني معايا صوره وعايز اعرف ايه الاوبجكتس اللي جواها، هتلاقي في داتا سيتس كتيرة، زي باسكال مثلا، داتا سيتس كتيرة اتعملت علشان ان احنا نقعد ندرب الكمبيوتر عشان يقدر يتعرف ان ده شكل الترين وده شكل الايربلين وشكل البيرسون وهكذا. فالاكيورسي مع الوقت كانت ده الماب اللي هو مين افريج بريسيشن، دي حاجة هنبقى نشرحها، يعني اللي هي الاكيورسي يعني بتاعه كل الجوريزم على مدار السنين بيتغير بيتحسن. فكل ما الماب ده كتر، ده كان ريفرنس للاكيورسي بتاع السيستم بتاعي. فتلاقي ان في شغل اتعمل في الكمبيوتر فيجن من قبل كده لغايه 2012. فدي كانت احدث حاجه حصلت لغايه 2012. بعد كده برضو كان في حاجه اسمها ايمج نت لارج سكيل فيجوال ريكوجنيشن تشالنج، او تشالنج اتعملت يعني، بحيث ان انا يبقى عندي داتا سيت كبيره جدا شايله حوالي 22000 كاتيجوري، 22000 كلاس، وشايله حوالي 14 مليون صوره. ودي طبعا سمه من الكاتيجوريز اللي فيها. ولما جينا نقارن الاكيورسي بتاعه الداتا سيت دي
او ان يعني ان احنا نبدا نقارن الاكيرسي بتاع الكمبيوتر او الالجوريزمز اللي موجوده حتى وقتنا هذا بالنسبه للاكيرسي بتاعته او بالنسبه للايرور، طبعا 0 5 10 كذا، كل ما الايرور يقل كل ما بنقول البرفورمانس كويس. فهنا لما وصلنا ل 2010 لغايه 2015 كان الايرور عمال يلغي لما وصلنا ل 3 و57 ونص، 57 من 10 يعني 57 من 100. لكن لما وصلنا لمرحله ان احنا جينا نقارن النتائج دي بالهيومن، ان احنا حطينا نفس الصوره للكمبيوتر ونفس الصوره للهيومن، كانت نسبه الايرور للانسان 5% لكن دي كانت 3.5%. فلدرجه ان الابلكيشن ده او التشالنج دي تحدت الانسان، وبقى ان هو بيطلع النتائج احسن منه او نسبه ايرور اقل من الانسان. فدي كانت يعني لغايه 2015 دي اقصى حاجه او احسن حاجه حصلت في الكمبيوتر فيجن، ان احنا نقدر ندخل اي اوبجكت بيطلع لي الصوره دي فيها اوبجكت ايه. طبعا الاوبجكتس كتيره، في الانيمالز مثلا وفي البلانتس وفي الاوبجكتس وفي البيرسونز وفي اكيد طبعا الحاجات اللي هي الفرنتشر مثلا او الاساس، في حاجات كتير جدا كانت في من ضمن الكاتيجوريز دي، وقدرت ان هو يتعرف عليها بشكل كفء يعني. طيب ده ما ننكرش ان كان في بعض الايرور، لو قلت 3.5 يعني مثلا في ايرور برضه، فهو انت ممكن انا تدي له حاجه ويكون ال الاوبجكتس المفروض تطلع وهو طلع اوبوت بالمنظر ده، ممكن يكون غلط مثلا في اسم الكلاس ده. ففكره الايرور موجود ولكن مش بالسوء اللي كان متعارف عليه قبل 2015. طيب الحاجات اللي ممكن تحصل بقى في ان جنرال في الكمبيوتر فيجن برضو، ان انا ممكن اعمل زي ما قلت اوبجكت ديتكشن. اوبجكت ديتكشن يعني ان انا يبقى عندي صوره وابدا اقول ان هنا في كار، هنا مثلا في عربيه، هنا في تري، او كل دي كلها كارز ماشي، هنا كار وكار وكار. ممكن يبقى عندي صورة تانية وأقول إن في هنا بيرسون وفي هنا هامر أو اللي هي الشاكوش، أو ممكن أقول إن أنا عندي صورة زي كده وأقول إن دي بايك ودي إن دي بايك الأخضر والأحمر ده بيرسون، وإن أنا ممكن أطلع معلومة تانية أقول إن أنا عندي بيرسون أون بايك. سيبنا من بيرسون أون بايك دلوقتي، بس خلينا أقول إن الأوبجكت ديتكشن معناها إن أنا بطلع باوندنج بوكس حوالين الأوبجكت وبقول الأوبجكت تبع الكلاس إيه والأكيورسي بتاعتي كام. ده معنى أوبجكت ديتكشن. طبعا هناخد بالتفصيل بعد شويه الفرق بين الاوبجكت كلاسيفيكيشن والديتكشن واللوكاليزيشن والحاجات الكتيره دي والسيجمنتيشن، بس ان جنرال ده فيلد معين من ضمن الفيلدز اللي ممكن تحصل في الكمبيوتر فيجن. بعد كده في اكشن كلاسيفاير. اكشن كلاسيفاير اللي هو احنا قلنا عليه بيرسون اون بايك، ان انا ابدا اقول مش مجرد ان انا بطلع اوبجكتس، لا عايز اعمل ديسكريبشن للصوره، ان انا ابدا اقول ان في حاجه ايه اللي بيحصل من الاخر، يعني ايه علاقه البيرسون بالبايك، لان البيرسون اون بايك. وبرضه في ايمج كابشننج. ايمج كابشننج دي يعني سوري، الايمج كابشننج معناه ان انت عايز تعمل ديسكريبشن للصوره. الاكشن كلاسيفيكيشن كانت فكره اللي هو ان الشخص ووكينج ولا مثلا طالع السلالم ولا نازل السلالم ولا واقع مع الارض ولا نايم على السرير، ولا اللي هو انت عايز تديسكرايب الاكشنز اللي موجوده. ففي فيلدز كتيره قوي داخله جوه داخل الكورس كمبيوتر فيجن، اللي هي الاكشن كلاسيفيكيشن هي الاكتيفيتي ريكوجنيشن ان انت ستاندنج ولا سيتنج وهكذا، والسنتمنت اناليسيس اللي هو ان انا الناس بتتفاعل جدا مع على السوشيال ميديا، سواء كانت بتعمل بوستس كتكست او بوستس على سبيتش او بوست، وانا بعمل اناليسيس للدنيا دي، ببدا اقول ان الباراجراف اللي قدامي ده او الكومنت اللي قدامي معناه ان الشخص في الاخر مستاء من الصورة اللي معروضة. يعني لو فرضنا ان حد عمل صورة وحد عمل كومنت عليها والكومنت ده جواه كلام، بدل ما اتعرف على الكلام وان انا اقول لك ان ترجمت الكلام دي كذا او الكلام ده كذا، لا بطلع سنتمنت بقول ان بدي انطباع عن التكست اللي موجود ان الشخص متضايق او غضبان او ان هو سعيد مبسوط من البوست اللي اتعمل. حاجات كتير قوي داخله جوه كورس الكمبيوتر فيجن، زي الترافيك تراكنج سيستمز، ان انا ممكن يبقى فيه سيرفيلانس او في كاميرات في اماكن كتيره، كل كاميرا بتلقط صوره، ببدا اخد الصور دي كلها وابدا اقول ان الحته دي زحمه او الحته دي فاضيه. وحتى طبعا ممكن اوصل لمرحله ان انا بمانج الدنيا من خلال الكمبيوتر فيجن. لو عايز اعبر عن الكمبيوتر فيجن في صوره واحده،
او في حاجه واحده بس، اقول ان الكمبيوتر فيجن عباره عن ان الانبوت بتاعها عباره عن ايمج، والاوتبوت بتاعها عباره عن انفورميشن، معلومات عن الصوره. طبعا احنا قلنا ان ممكن يبقى صوره او فيديو، بطلع معلومه ان انا بقول ان الشخص ده مثلا اسمه كذا، او ان المكان اللي فيه الفيس هو كذا، بطلع معلومه عن الصوره. لكن الايمج بروسيسنج، ان انا بيبقى اللي عندي الانبوت صوره والاوتبوت بيبقى صوره، نفس الصوره عادي خالص، بس ببدا ان انا بعدل فيها. ممكن تبقى الانبوت صوره والتانيه مثلا عباره عن الجري ليفل مثلا، او باينري ايمج. ممكن مثلا تبقى ان انا عندي صوره عباره عن بي ان جي، وانا اعملها على جي بي جي. جي بي جي يعني ان انا اخليها مش يعني ايه مش اكيوريت قوي، بحيث ان انا احاول اقلل السايز بتاعها. هتلاقي ان في هنا في اختلاف بين الريزوليوشن في التو بيكسلز دول او التو ريجنز دول عن اللي هنا. ف بس ان جنرال بيكون الانبوت صوره والاوتبوت صوره، بعمل بروسيسنج على الايمج. ولكن انا ما باخدش معلومه من الصوره، ما مش بيفرق معايا الصوره دي في ايه، يعني الالجوريزم اللي هعمله على الصوره دي هعمله على نفس الصوره التانيه. مش هحتاج ان انا اقول لك لا ده انا مثلا بعمل بروسس على الدوجز بس مثلا او حاجه، لا. بعد كده الاوبجكت ريكوجنيشن، لو انا عايزه بقى طبعا احنا قلنا في فيس ريكوجنيشن، في اكشن ريكوجنيشن، في ايمج كابشننج. لو همسك بس الاوبجكت ريكوجنيشن او الاوبجكت ديتكشن، عايزين نتكلم عنه شويه، هلاقي ان الاوبجكت ريكوجنيشن ده عباره عن التكنولوجي اللي احنا ممكن نستخدمها، او الانسان او البروجرام ممكن يستخدمها، بحيث ان هو يتعامل مع الايمجز والفيديوز ويطلع لي في الاخر، يقول لي ايه الاوبجكت اللي موجوده في الصوره. اوكي. ممكن يقول لي مثلا حاجه زي كده، ان انا عندي هنا فيكل مثلا، عندي كار، عندي تري، عندي بيلدينج، ويحط لي باوندنج بوكس حوالين كل اوبجكت. ده معنى اوبجكت ريكوجنيشن. تحت الكونسبت ده في حاجات كتيره قوي، هتلاقي مثلا عندي حاجه زي كده. انت قصدك يعني الاوبجكت ريكوجنيشن ده عباره عن كلاسيفيكيشن، ولا لوكاليزيشن، ولا اوبجكت ديتكشن، ولا انستنس سيجمنتيشن، ولا نسيب ده خالص ونوصل مثلا لحاجه اسمها سيمانتيك سيجمنتيشن. فانت يعني داخل تحت الاوبجكت ريكوجنيشن اكتر من كونسبت، محتاجين نعرف كل واحد فيهم معناه ايه. والاوبجكت ريكوجنيشن انا عايز اعمل اوبجكت ريكوجنيشن، فانت بتختار اي واحد تعملهم من دول على حسب اللي قدام اللي قاعد على الجهاز عايز يعمل ايه، عايز يوصل لحاجه زي كده ولا كده ولا كده ولا كده. فلو عايزين نشرح بس يعني ايه ايمج سيجمنتيشن، هلاقي ان ان جنرال لو انت عندك صوره، انت بتقول ان انا الانبوت صوره، الانبوت ان ايمج، والاوتبوت صوره برضو تانية. بس انا بعمل حاجه زي كده، ببدا اقول ان والله انا شايف ان البيكسلز دي اللي جنب بعض كلها مثلا لونها اسود، لما مشيت شويه لقيت كل البيكسلز دي لونها اخضر غامق، جيت هنا لقيت البيكسلز دي اخضر فاتح، دي مختلفه عنها شويه، وهكذا. فابدا ان انا اقسم الصوره بتاعتي انتو ريجونز. اوكي. لكن بعد كده في حاجه اسمها سيمانتيك سيجمنتيشن. سيمانتيك سيجمنتيشن ان انت ما تعمليش نفس الابستراكت دي بالظبط، اللي هو عم تفضل بقى تعمل ريجنز جنب بعض، لا. ممكن تقول لي ان الريجن اللي كانت خضره دي واللي جنبها خضره شاومه، في الاول وفي الاخر عباره عن ايه؟ عباره عن خضره. فانا ممكن احول الايمج بتاعتي عباره عن واحد اثنين ثلاثه اربعه، هم اربعه كلاسز بالظبط، او اربعه ريجنز معينه. بعمل ميرجنج الايه لشويه ريجنز جنب بعض لو هم قريبين من بعض، او في رينج معين من البيكسلز، بقول له خلاص انتوا كلكم تبقوا ايه؟ تبقوا عباره عن خضره، او انتوا كلكم تبقوا عباره عن سما مثلا او هكذا. اوكي. فده معنى سيمانتيك سيجمنتيشن. فهتلاحظ برضو في السيمانتيك سيجمنتيشن ان دي كلها مين؟ كلها بيرسونز، ما حددتش بيرسون على التاني، قلت دول كلهم عباره عن هيومنز. لكن بعد كده يجي حاجه اسمها انستنس سيجمنتيشن. طبعا كان انستنس سيجمنتيشن ان انا هبدا اقول اه دول كلهم بيرسونز، بس ده بيرسون، اقدر اقول لك ان ده بيرسون لوحده، وده لوحده، وده لوحده، وده لوحده. وكلمه انستنس سيجمنتيشن هو ان انا اطلع لي بيرسونز بس، يعني ما تهتمليش بقى ان في خضره، ولا تهتم ان في سماء ولا ارض ولا بتاع، طلع لي كل البيرسونز، وكل بيرسون اعمل لي عليه ريجن. ده انستنس سيجمنتيشن. تعالى بس نشوف الكلام على السيمانتيك سيجمنتيشن. بيقول لك انت لو عايز تعمل سيمانتك سيجمنتيشن، فانت بتسبلت الوول ايمج انتو ريجونز زي ما احنا شايفين كده، ريجون 2 3 4. اثناء التريننج بقى، عشان تخلي الالجوريزم ده يطلع حاجه صح، اثناء التريننج انت بتدي لكل بيكسل ليبل. انت متخيل ليبل ايتش بيكسل، كل بيكسل بتاخد ليبل انتو سبيسيفيك كلاس ديورنج التريننج.
يعني انا ببدا ادي لها بيكسل بيكسل، بقول لها البيكسل اللي هي مثلا الانتنست بتاعتها من صفر لواحد دي كلوس مثلا تبقى اخضر مثلا، لو لقيتها مثلا من 10 ل 20 ده كده معناها ان هي سما مثلا. فانا ببدا ان انا يعني مش من 10 ل 20، يعني 10 و11 و12 لغايه 20 ببدا ادي كل اللي هي ال10 تبقى سما وال11 سما، يعني بدل كل بيكسل نفس الليبل او الليبل المحدد ليها اثناء التريننج وبعمل لها تريننج. هتلاحظ طبعا ان التريننج يعتبر ايه اكسبنسيف، التريننج يعتبر مكلف اكيد بالنسبه للوقت واكيد للميموري. الاوتبوت بتاعها بيكون وي اوتبوت ذا ريجنز اند ذا ليبل اوف ايتش ريجن، ببدا ان انا اطلع ريجن كده وابدا اقول لك في الاخر ان اللي باللون الاصفر دي عباره عن كات، واللي باللون الاخضر دي عباره عن جراس، واللي باللون الاحمر دي او اللون ده عباره عن تري، والتاني عباره عن سكول. خلاص انا ما بطلعش اوبجكتس، انا بطلع بيكسلز، بطلع بيكسلز. يعني انت ممكن لو جيت تحول الصوره دي، ما اعرفش في صوره اصليه معانا ولا ايه، اللي هي الكات دي مثلا، لو انت جيت هتلاقي ان الكات دي خلصت من هنا عند الحته دي كده، هتلاقي ان انا قايل لك لا ده الجزء ده كمان معايا داخل في الكات. فانا بكلاسفاي بيكسلز مش اوبجكت، مش هتلاقيها اكيوريت قوي، فاهمني؟ فده معنى سيمانتيك سيجمنتيشن. سيمانتيك سيجمنتيشن قلنا طبعا يعني ايه ايمج سيجمنتيشن، ان بقسم الايمج انتو ريجنز وماليش دعوه بالاوبجكتس اصلا. سيمانتيك سيجمنتيشن بتقسم للدنيا انتو سبيسيفيك ريجنز، بحيث ان انت بتعمل ميرجنج للريجنز الكتيره اللي حصلت وتقربهم من بعض، وتقول ان لو دي ريجن في الايمج سيجمنتيشن ودي ريجن هما في الاول وفي الاخر شبه بعض، فانا هعمل لهم ميرجنج مع بعض. فسيمانتيك سيجمنتيشن بقسم الايمج انتو ريجنز، والريجنز دي سبيسيفيك اوتبوت، يعني من الاخر هم عباره عن كام كلوس او كام حاجه، حتى لو مش هقول الكلاسز بس هقول ان دول في الاول وفي الاخر دول هخليهم كلهم لونه احمر، وده كله اخضر، وده مثلا كذا وده كذا. فبتحاول بتقسم الايمج انتو ريجنز، بتمرج الريجنز اللي قريبه من بعض اللي جنب اللي حاجه جنب بعض، وفي الاخر بتطلع لي سبيسيفيك نمبر اوف ريجنز. هناك في الايمج سيجمنتيشن انا عندي عدد لا نهائي ما اقدرش ان انا اعدهم، لكن انا عندي عدد اتعد اللي هو احمر اخضر اخضر خفيف، وبعدين هنا ايه ازرق، اربعه معينين في الصوره. ده سيمانتيك سيجمنتيشن. هنلاحظ ان في السيمانتيك سيجمنتيشن بيطلع زي ما قلنا اربع ريجنز محددين، ويقدر يقول لي ان دي ايه، ده اوبجكت، ده بيرسون، وده جراس، وده قصدي تري، وده جراس، وده سكاي مثلا. هتلاقي ايه برضه ممكن يعمل حاجه زي كده، فبيطلع لي كلاس، ما بيطلعليش اوبجكتس، بيطلع لي بيطلع مني حاجتين، بيك ريجنز وريجنز وكلاس. اوكي طيب، طبعا احنا يعني هو اكيد في الجوريزم بيقدر يعمل الحاجه دي بالظبط، بس احنا مش بصدد ان احنا نشرح كل الجوريزم، احنا بنشرح الفكره بس كانترودكشن، لسه ممكن نشرح السيمانتكس سيمنتيشن كلها او وات ايفر، بس عايزه اميز ما بين كل الجوريزم، كل سيمانتكس سيمنتيشن ان سيمنتيشن، كل الحاجات دي معناها ايه مقارنه ببعض. طبعا هنا الانبوت في السيمانتيك سيمنتيشن بيكون عباره عن صوره وات ايفر كام في كام، وطبعا الثلاثه دي معناها ان هو الوان. يعني تدخل على الالجوريزم بيطلع لي حاجه زي كده، بيطلع لي 1 2 3 4، بيطلع لي ريجنز وبيقول لي بريدكشن، يعني دي كاو مثلا او وات ايفر، وبيطلع لي ريجنز. اوكي ممكن ننفذ حاجه زي كده بالسي ان ان، يعني هو قصدي يقول انا اقول لك انا ممكن اطبقها بالسي ان ان. طيب بعد كده بقى الانستنس سيجمنتيشن، ان انت ما تطلعليش كل الاوبجكتس اللي في الصوره، طلع لي بس الاوبجكتس اللي هي عباره عن بيرسون. هو انا كان قال ايه؟ كان قال كات، وهنا ما قالش طبعا حاجه. يعني لو فرضنا ان في كلاس اسمه بيرسون، بيرسون وتري وجراس وسكاي، انا عايزه البيرسون بس، فيطلع لك ايه؟ كونتور حوالين البيرسون بس، وكل بيرسون هيبقى متحدد بلون مختلف. دي الانست سيجمنتيشن. بعد كده في حاجه اسمها كلاسيفيكيشن ولوكاليزيشن وديتكشن، عشان نفهم الفرق بينهم هنوري صوره زي كده. كلاسيفيكيشن ان انت يبقى عندك صوره، وابدا اقول لك ان الصوره دي فيها وان واي ساين، يعني فيها اشاره بتقول ان وان واي. هل انا حددت مكانها؟ لا ما حددتش. طب لو انا حددت مكانها بس يبقى انا كده عملت لوكاليزيشن. طب لو عملت الاثنين مع بعض يبقى انا عملت اوبجكت ديتكشن، عملت اسمها ايه كونتور باوندنج بوكس حوالين الاوبجكت، وقلت ان هي كلاس ايه، يبقى انا كده عملت اوبجكت ديتكشن. يبقى الاوبجكت ديتكشن عباره عن ميرجنج بين الكلاسيفيكيشن واللوكاليزيشن.
اوكي. فان جنرال احنا بنعمل اوبجكت ديتكشن. طيب هتلاحظ ان اللوكاليزيشن برضو لما نيجي نشرحها بعد شويه بتهتم باونلي وان اوبجكت في الصوره. خلي بس نجيبها واحده واحده. ان انا هنا بيكون لو الصوره دي فيها اكتر من اوبجكت مش بيطلع، هو بيطلع حوالين اوبجكت واحد بس. انا كده بعمل بلوكالايز اوبجكت رقم واحد، بعمل لوكاليزيشن. لما باجي اعمل اوبجكت ديتكشن ده معناه ان انا بهتم باكتر من اوبجكت في الصوره. فكاني بقيتريت البروسيس يعني، يعني بقيتريت البروسيس يعني. لو انا عايز اعمل اوبجكت ديتكشن ده معناه ان انا بطلع كل الاوبجكتس اللي موجوده في الصوره واحط لها باوندنج بوكس واعمل لها ايه كلاسيفيكيشن. اللوكاليزيشن بطلع اونلي وان اوبجكت من الكلاس ده في الصوره. اوكي يعني هو ما عامل، بس هو الموضوع سهل يعني. طيب هو في اللوكاليزيشن بيقول هل هنا هل في كار في الصوره؟ اه. هي مكانها فين؟ هل اقول لك ان مكانها هنا. ولو انا عايز اعبر عن المكان ده بمعلومه هقول لك ان احنا دلوقتي بدرس مثلا كار وبيرسو مثلا، فانا هقول ان الكلاس الاولاني اسمه كار والكلاس الثاني اسمه بيرسو. هنشوف في حاجه كده. طيب بجد مش مشكله. فانا هنا هاجي اقول لك ان بحط لك هنا يا زيرو يا 1. اوكي بحط لك هنا مثلا 3 من 10 او 4 من 10 او كذا او زيرو. لو حطيت لك زيرو معناه ان انا مش لاقي الكارد في الصوره. لو حطيت لك 2 من 10 او 5 من 10 ده معناه ان الصوره موجوده باحتمال 5 من 10 او 6 من 10 او حتى 9 من 10. طيب ايه المعلومات اللي هي بي اكس بي واي بي اتش بكذا؟ دي معلومه النقطه دي، النقطه دي في كذا طريقه يعني. يعني خلينا نقول دي بس عادي، ان بي اكس هي النقطه السنتر بتاع الاوبجكت، والبي اتش والبي مش عارفه ايه ده عباره عن الويتس والهايت بتاع الصوره. فانت اديني السنتر واديني الويتس والهايت اعرف اعمل لك الريكتانجل اللي حوالين الاوبجكت. اوكي طيب مين سي 1 ومين سي 2؟ انا بقول لك 9 من 10، 9 من 10 كار ولا 9 من 10 بيرسون؟ فانا هاجي عند السي 1 لو هي بتريبريزنت الكار احط بدلها واحد، والسي 2 اللي هي بتريبريزنت البيرسون احط قدامها زيرو. يبقى انا ايه 9 من 10 كار. تمام كده. فدي معنى الاوبجكت لوكاليزيشن، عباره عن ان انا بطلع باوندنج بوكس حوالين اونلي وان اوبجكت في الصوره، وبريبريزنت الباوندنج بوكس ده بعباره عن 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 عباره بعبر عنها بفيكتور طوله 5 5 ايتمز دول اساسيين زائد النمبر اوف كلاسز على حسب انت بتكلاسيفاي كام صوره. ما اقدرش اقول لك 7 و8 و9 على حسب، بس 5 اساسي الباوندنج بوكس المعلومات عنه والبروبابيلتي وانت عندك كام كلوز. ممكن يبقوا 7 8 9 فيما فوق لو انت عندك اكتر من اونلي وان كلوز. طيب لو عايزين نتكلم على اللوكاليزيشن، و احنا كنا دلوقتي بنتكلم على اللوكاليزيشن بس، لو عايزين نتكلم على اللوكاليزيشن والكلاسيفيكيشن هتلاقي ان انت لو عندك صوره ودخلتها على اركتكتشر معين هيطلع لك حاجتين. هيطلع زي ما قلنا البروبابيليتي وهيطلع باوندنج بوكس. يبقى انا كده عملت كلاسيفيكيشن ولوكاليزيشن. اوكي يعني هنا في اللوكاليزيشن انا بطلع باوندنج بوكس بس. لو عايز اطلع المعلومتين بطلع بستخدم كده بعمل كلاسيفيكيشن. اوكي طيب فلو انا عايز اعمل اللوكاليزيشن واللي مش عارفه ايه، عندي صوره هيطلع لي باوندنج بوكس حواليها، والباوندنج بوكس ده انا بطلعه يعني بدخله على البتاع على الالجوريزم او الاركتشر بيطلع لي يقول لي ان هو كات ولا دوج. انا كاني عملت حاجتين، اول حاجه لوكاليزيشن وبعدين كلاسيفيكيشن. لوكاليزيشن يعني عملت الالجوريزم بيطلع لي الباوندنج بوكس، وبعدين الالجوريزم تاني بيطلع لي هو ايه الباوندنج بوكس ده جواه ايه. فاحنا محتاجين 4 نقط عشان تعبر عن الباوندنج بوكس، 4 معلومات يعني. اللي هو عايز تقول مثلا ان عايز تعبر عن الاربعه دول. في ناس تقول لك ايه ان ال4 معلومات عن الباوندنج بوكس دول اللي هو بي اكس بي واي كذا ممكن تبقى النقطه دي الاكس والواي بتاعتها، يبقى كده معلومتين زائد الويتس والهايت. دي طريقه. ممكن اقول السنتر اللي هو الاكس والواي وبعد كده الويتس والهايت. وفي ناس تانية بتاخد الاكس والواي دي والاكس والواي دي، الاكس والواي دي والاكس والواي دي، يعني دي طريقة تالتة برضو. ان انا عايزة في الاخر اعرف الباوندنج بوكس. فتلاقي هنا بيقول لك ايه تو كومن وايز تو ديفاين البوكسز. واحدة منهم ان انت تقول الاكس والواي ده عبارة عن الابر ليفت كورنر اللي هو ده، والاكس التانية والواي التانية عبارة عن البوتوم رايت كورنر اللي هو ده. فده وده اعرف منها الباوندنج بوكس الدايمنشن بتاعته. او ان انت تقول اللي هو الكورنر
واحده منهم دي، وبعدين ايه الويدث والهايت. اوكي، يعني اي طريقه عشان تستخدمها عشان تعمل الباوندنج بوكس. لو جيت طبعا اتكلم عن ديكشن يبقى اتكلم على الاثنين. مش هتكلم على الاثنين بس، ده انا هتكلم على الاوبجكت ديكشن ده از فايندنج وات اند وير مالتيبل اوبجكتس ار ان الايمج. يعني الاوبجكت ديكشن عباره عن كلاسيفيكيشن زائد لوكاليزيشن زائد ان انا ممكن احتمل يبقى عندي اكتر من اوبجكت في الصوره. اوكي طيب، زي كده ممكن يبقى عندي اسمه ايه ده دوج واللي هو البايسكل وكار مثلا. فبتعمل ايه؟ بتطلع 3 معلومات. اللي هما الباوندنج بوكس والكلاس والسكور بروبيلتي. يعني انت بتطلع بتقول ان انا عندي زي ما طلعنا هنا في الصوره دي. لو انا مثلا الدوج قلت ايه، قلت في باوندنج بوكس وقلت ان هو دوج وقلت ان هو كام مثلا 35%، تمام. يبقى طلعت 3 معلومات، باوندنج بوكس واسم الكلاس والبروبيلتي او السكور بروبيلتي. اوكي، فتاني احنا بنتكلم على كورس الكمبيوتر فيجن. الكمبيوتر فيجن ده داخل فيه فيلدز كتيره، بس هو ان جنرال بيكون الانبوت بتاعي عباره عن ايمج او فيديو، والناتج بتاعه بيكون عباره عن معلومه خدتها من الايمج او الفيديو. اتكلمنا اكتر على ايه؟ اتكلمنا على الفيلد بتاع الاوبجكت ديتكشن، اتكلمنا اكتر عن الاوبجكت ديتكشن او التوبيك العام اسمه اوبجكت ريكوجنيشن. ثواني، اتكلمنا عن الاوبجكت ريكوجنيشن، قلنا الاوبجكت ريكوجنيشن داخل فيه كذا كونسبت، تمام. كلهم اوبجكت ريكوجنيشن او كلهم اوبجكت، كلهم بيتعاملوا مع الاوبجكت. في ايمج سيجمنتيشن، وفي انستنت سيجمنتيشن، وفي سيمانتيك سيجمنتيشن، وفي لوكاليزيشن، وفي كلاسيفيكيشن، وفي اوبجكت ديتكشن. الايمج الايمج سيجمنتيشن مش قريبه قوي من ال مش ال مش قريبه قوي من الاوبجكت ريكوجنيشن اوبجكت ديتكشن والحاجات دي، بس هي ان جنرال هو بروسيس على الايمج. بيبقى داخل ايمج وطالع ايمج وبطلع ريجونز جوه الايمج. معلومه ودي مفيده ليه او مش مفيده مش موضوعنا، بس هي بس ده حاجه يعني. دي الايمج سيجمنتيشن. السيمانتيك سيجمنتيشن انا بكون مهتم بالصوره كلها، مش بانستنس سيجمنت انستنس اوبجكت معين، كل الاوبجكتس اللي في الصوره او كل الريجنز اللي في الصوره، وبحاول اعمل ميرجنج للصور دي بحيث ان انا اطلع سبيسيفيك كلاسز. عايز اقول كام كلاس موجودين في الصوره زي كده بالظبط. عايز اقول ان انا عندي ريجن 1 2 3 4 والريجن دي عباره عن كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى انا سيمانتيك سيجمنتيشن بسيجمنت كل الصوره. لكن في الانستنت سيجمنتيشن انا بقول طلع لي البيرسون بس، انا مش مهتم بكل الحاجات. بطلع لك بيرسون وريجن يعني كل البيرسونز بس، وريجن حوالين كل بيرسون، وكل بيرسون طبعا بخليه بلون مختلف عشان اقول ان انا عارفه اميز ان هم مش كلهم واحد بس. يعني ده انستنت سيجمنتيشن. بعد كده في كلاسيفيكيشن ولوكاليزيشن. الكلاسيفيكيشن ان انت بديك صوره وبقول لك ايه اللي جوه الصوره، بس انا ما قلتلكش اديني معلومه الصوره دي مكانها فين بالظبط. لكن لو عايز تحدد مكانها فين دي اسمها لوكاليزيشن. عايز تدمج بين الاثنين دول مع بعض تعمل اوبجكت ديتكشن، والاوبجكت ديتكشن عباره عن كلاسيفيكيشن زائد ريكوجنيشن زائد ان انت ممكن تعمل اكتر من اوبجكت. لكن اللوكاليزيشن اونلي وان اوبجكت، الكلاسيفيكيشن اونلي وان اوبجكت. اوبجكت ديتكشن عباره عن كلاسيفيكيشن زائد لوكاليزيشن زائد ان انت ممكن تطبق الالجوريثم على اكتر من اوبجكت. ده عرفنا ازاي بلوكالايز الحاجه، يعني بطلع الباوندنج بوكس بتاعها. يعني خلينا اقول ان انا يعني الاوقع يعني ان انا مش مهم البروبابيلتي ومش مهم الكلاس ده، انا اهم حاجه عندي الـ4 معلومات دي اللي هو السنتر مثلا والويدث والهاي. ده في اللوكالايزيشن. اوكي، ده في اللوكالايزيشن. هاجي بقى اعمل كلاسيفيكيشن، فمحتاجه منك المعلومه الثانيه اللي هو الكوردينتس عادي اللي هو الاكس والاي والاتش والهايت والويدث والسكورز. اوكي، لان الكلاسيفيكيشن بيجيب سكورز، بيقول ان انت 90% اللي موجود دلوقتي كات مكانها فين بالباوندنج بوكس. طيب، الاوبجكت ديتكشن زي ما قلت بقى هو ان انت عندك تعمل حاجتين لوكاليزيشن وكلاسيفيكيشن، وان انت بتبقى اكتر من اوبجكت في الصوره.
بس دي كانت الـ اول محاضرة في الكمبيوتر فيجن. ايوه طبعا الدنيا تبقى واضحة، وان شاء الله نتقابل فيديو تاني.